عقد في مدينة الغردقة اجتماع لجمعيات مستثمري السياحة في مصر بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء. وللمزيد حول نتائج الاجتماع وما دار خلاله معنا من هناك مراسل أونلايف جرمين إبراهيم. جرمين، أهلا بك، لو تطلعينا بمزيد من التفاصيل حول نتائج هذا الاجتماع وأهم الموضوعات التي طرحت من خلاله وأيضا أبرز المشاركين الذين تمت دعوتهم. ما زلنا نتابع معكم من مدينه الغردقه وهي العاصمه الاداريه لمحافظه البحر الاحمر، فعاليات اجتماع مستثمري السياحه في مصر بالتحديد في شرم الشيخ وفي البحر الاحمر ونويبع وطابه وسهل حشيش، وذلك بحضور اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء واللواء احمد عبد الله محافظ البحر الاحمر من اجل التعاون المشترك فيما بينهم من اجل تنشيط السياحه. الحقيقه في هذا الاجتماع والذي مازال يعني يعمل حتى الآن تم مناقشة العديد من الفعاليات والعديد من المواضيع المتعلقة بالسياحة في مصر، من هذه المواضيع الترويج للمقاصد السياحية بالخارج وتغيير الصورة الذهنية عن مصر ومشاركة جمعية مستثمري البحر الأحمر في الترويج لمصر في بورصة برلين، وهي تعتبر الحدث الأهم في صناعة السياحة ومن المقرر أن تكون في مارس القادم، أيضا فتح أسواق جديدة من أجل في السياحة في بلدان مختلفة وزيادة أعداد سائحين في البلاد القديمة. أيضا يعني هذا الاجتماع جاء ربما بعد خطوة قام بها جمعية مستثمري البحر الأحمر من أجل تنشيط السياحة، هذه الخطوة كانت في مطلع فبراير الماضي عن طريق سفر أعضاء الجمعية إلى أوكرانيا من أجل تنشيط السياحة والتحدث مع منظمي الرحلات السياحية والعمل على زيادة أعداد السائحين، وهذه الخطوة أدت إلى زيادة السياحة الأوكرانية في مصر بمعدل 20%، أيضا يعني أدت إلى إقناع أوكرانيا والمنظمات السياحية أن يأتي السياح الأوكران إلى مصر في فصل الصيف، خاصة أنه كان هذا الأمر ربما بيتعلق بفصل الشتاء فقط. أيضا يعني مع نهاية هذا المؤتمر من المنتظر أن يتم تشكيل لجان خاصة بالتسويق الخارجي ولجان الإعلام. تم ايضا الاعلان انه تم التنسيق مع وزاره الخارجيه من اجل يعني دعوه وسائل اعلام عالميه لزياره مصر ونقل الصوره الحقيقيه عن السياحه في مصر. ايضا اعلنوا انه من المقرر ان يكون هناك اجتماع اخر في شرم الشيخ، ولكن حتى الان لم يتم الاعلان عن موعده، ربما هذا هو ملخص الامر عندي. اعود اليك مره اخرى في الاستوديو. نعم، شكرا لك جرمين ابراهيم، موفد اون لايف الى مدينه الغردقه.